طبعا اكيد احنا كمان بنشكر ربنا، الحمد لله الاصابه جت على هذا القدر. في وسط المشهد ده بقى شفنا لقطه مضيئه جدا جدا للعيب جديد في النادي الاهلي، كلوبالي اللي جه شالك وانت مصاب ودخل بيك الاسانسير وتحرك بيك. اللقطه دي على السوشيال ميديا وعند جماهير الاهلي عملت صدى كبير جدا جدا. كلوبالي كان لسه لعيب جديد في النادي الاهلي، ولكن البعض اعتبروا انه لعيب قديم برضه، ومن خوفهم عليك ومحبتك كمان حبوا كلوبالي قوي ان هو عمل معاك كده. Yes, you know, we before the game we were like 5 days. طبعا انا عارف ان قبل المباراه بخمس ايام احنا قاعدين مع بعض في غرفه واحده، كنا مقتسمين الغرفه في الفندق، هو زميلي في الاوضه وزميلي في الملعب، وعلاقتي بيه كويسه جدا. سليف كوليبالي هو عنده روح كويسه حتى في الملعب. بعد ما اتصبت في الملعب لعيبة كتير جم سندوني مش بس كوليبالي. أنا فاكر كويس جدا في العشاء في الفندق وليد سليمان والسولية جابوا لي الأكل لغاية أوضتي، حتى في الفطار سعد سمير جاب لي الفطار لغاية الأوضة عندي فوق، عشان لو احتجت آكل ما احتاجش أنزل لغاية المطعم تحت وأنا تعبان. كان بيشيلوني ويسندوني ودخلين الأوضة مع بعض ويضحكوا معايا ويحاولوا يحذروا معايا عشان أطلع من الحالة النفسية الوحشة اللي كنت فيها بعد الإصابة. طبعا حاجة زي كده بتقوي الواحد وبتحسسه إن في مساندة ليه. علي معلول وكل لاعبي التانيين زمايلي في الملعب وأنا في القاهرة كان دايما معايا أزارو طول الوقت. كل اللعيبة بصراحة بيحاولوا يسندوني وبتمنى لهم حظ سعيد